قبل الختام هناك إعلان. أغلب الموجودين هنا كان لهم البداية في عالم الإعلام. نعلن من هذا المنبر ومن هذه الليلة المباركة عن انطلاق بداية التقديم على زد رصيدك 7. بعد شكر الله المنة نقدم لوحة العربة عليها شكرنا عنوان لكم جمهورنا الغرب. برامج الريشو مهارة يتمتع بها الكثير. كن أحد نجوم برنامج تلفزيون الواقع زد رصيدك الموسم 7. أرسل مقطع لا يتجاوز 100 ثانية على الواتساب التالي 056-144-1119. طبعا يا جماعة الخير، شفتوا الرقم اللي طلع على الشاشة؟ يرسل له مقطع 100 ثانية فقط على الواتساب. كثرة الاتصالات أو إزعاج الرقم لا يقدم ولا يأخر، ما عليك إلا تقدم الشيء اللي عندك في مقطع 100 ثانية. ونصيحة لإخواني اللي بيقدمون، حسب تجربتي السابقة يشهد الله أني ما فعلت أكثر من أني سويت لي مقطع وارسلت لهم ونزلت في اليوتيوب وجاني الاتصال، وكان الحمد لله فاتحة خير لي والكثير من إخواني. فيا جماعة الخير، لابد أنك تفهم أنه المقدمين على زد رصيدك 10,000-9,000 شخص ما تدري إيش عنده في المقطع، يبغى يطلع على الشاشة وبس. عندك موهبة، عندك توجه، وأحياناً يكون عندك موهبة لكن ما عندك كاريزما، ما عندك حضور. فلا تفكر أنه فيها تحيز للناس دون ناس أو أياً كان. يعني اللجنة اللي تختار المتسابقين راح تختارهم إن شاء الله بعناية بكل ذمة وضمير. ففي 100 الثانية هذه حاول تقدم الشيء اللي عندك، حاول أنت تبين من أنت وش عندك وش بتقدم. مو تحط 100 الثانية هذه كلها جالس تنشد ولا تشغل شيلة وتهز يدك عليها وبعدين طيب نطلعك على الشاشة تسوي. فحطوا باعتباركم هذا الشيء، وأنا أقولها نصيحة أخو محب لكم وأبغى لكم الخير.